هو ليه جمهور الجزائر كان بيشجع اي فرقة يعني تانية؟ اي فرقة بتلعبه قدامها كان بيشجعها. بس حضرتك انا يعني في حاجة انتوا عملتوا حاجة هناك ولا حاجة؟ لا، هو بعد ماتش الجزائر لما رحت لهم بس اشرت لهم الدبيحة دي اللي هي ازاي دي؟ عملتها كده. طب وليه يا راجل؟ يعني مش بيضربونا بالتليفونات. طب وايه التليفونات وحشة؟ لا طب ليه يعني بيضربونا وبتوب؟ طب ما تخليك انت برضو احلى لكن تعمل كده. لا، ما انا ما قدرناش نستحمل بقى. يعني انت عصبي بقى هنا بقى. انا مش انا يعني من منطقة شعبية مش بخاف. يعني حتى لو هموت مش فارقة. قلبك ميت الحمد لله. بس هي المشكله بقى اللي هم بيشتمونا، فاحنا كنا اخوات وبنتكلم معاهم في الملعب والجماهير طول ما احنا ماشيين يقعدوا يسلموا علينا. طبعا في جماهير بتشتمنا فكنا مش عاملين حسابنا كل ده، بس بعد الماتش بقى لما قعدوا يزيدوا بقى في الكلام ويضربوا ويعملوا ف طب وانت كنت فاهم انهم بيشتموك؟ فاهم يعني لو سمعت اللغه الجزائريه. لا بنفهم المشوق وبصقاب بس في ناس بتتكلم ما بفهمش. في ناس بقف معايا ساعه قبل ما تفهمني كلمه. طبعا يعني طبعا. كلمة حبيبي دي على طول عندهم. لازم اقول لهم حبيبي عشان ينزلوا الاكل بسرعة. اقول لهم حبيبي اخويا على طول ينزل الاكل بسرعة. بس هم عليهم اكسنت حلو بصراحة. الفرنساوي بتاعهم مع العربي عاملين حالة كده، حالة لوحديهم. طبعا.